مشكلتي ابتدت لما حملت وخلفت. الهرمونات اللي بتتغير في جسم الست لما بتخلف، اكتشفت ان انا وانا صغيره اروح اكل حاجه بحبها قوي، ما كنتش بطخن ولا اي حاجه. بعد الخلفه ما ينفعش تروحي تاكلي اللي انت نفسك فيه خالص. انا اسمي ايتن، صحفيه. مش عارفه ليه دايما الاكل الصحي ممل، فبحس ان انا بعذب نفسي قوي ان انا بعد يوم طويل مرهق ان انا اقعد اكل سلطه. نفسي اتعرف على وصفات بسيطه سريعه طعمها حلو ومن غير ما احس بالذنب. من الشائعات الخاطئه انه الاكل الصحي منه طيب، بس هو العكس صحيح. اليوم مع ايتن رح كون عم بحضر كومفورت فود يلي ايتن بتحبه. رح نكون عم نستعمل مكونات طبيعيه، مش بس رح تكون مبسوطه بس كمان رح يشبعوها لفتره اطول بكتير، ورح تكون عم تفوت كالوريز كمان اقل. اكتر حاجه اخدت بالي منها وعجبتني هو ان كل حاجه موجوده في مطبخك موجوده في مطبخي، فشكلك محضره لي حاجه سهله. كل الوصفات رح يكونوا كتير سهلين، وكمان رح يكونوا مثل ما انت بتحبيهم. وحضرت لي عجينه البيتزا يلي معموله من قرنبيط. الفرق بينها وبين عجينه البيتزا انه هالعجينه رح يكون فيها فايبر ومي اكتر بكتير. لما تاخدي وان سلايس رح تحسي حالك انه شبعتي. واكيد استعملت انواع من الخضار تشتغل كانتي اوكسيدنت، فكمان تكون عم بتساعد جسمك يحارب الأشياء اللي معقول يكون معرض لها. سامعة بالهارا هاشيبو؟ بالشو؟ ايه ده؟ هارا هاشيبو هي eating tradition باليابان بجزيرة اوكيناوا اللي فيها أكثر نسبة سكان بعيشوا فوق المئة سنة. بياكلوا ل 80% من شبعهم، وهيدي الهابط إذا بتبلشي تطبقيها على حالك بتساعدك كثير إنه تكوني عم تاكلي أقل وأقل. بدك تنقي انواع اكل فيها نسبه مي مرتفعه مثل الخضره الفواكه، بتشبعك لفتره اطول بكتير. بس ممكن اكل منهم قد ما انا عايزه ولا برضو؟ الفاكهه بدنا ناخد حصتين لثلاث حصص ماكسيموم بالنهار. ايه ده، احنا جاهزين خلاص على الفرن؟ جاهزه للفرن. بتحبي المنقوشه؟ طبعا. هيدي منا منقوشه، هيدي بان كيكس على زعتر. شكلها حلو قوي. بعملها من طحين القمح الكاملة لأنه فيه فايبر أكتر، فهون أشياء فيك تنتبهي عليها. كمان كتير مهم إنه تكوني عم تاكلي بنفس التوقيت كل يوم. دي مشكلة أنا عندي، لأن أنا لو الأكل مش جاهز في الميعاد ده ممكن أطنش أو أنسى. بديك تحضري حالك قبل بوقت، بدها شوية ترتيب وتنظيم. كمان إذا أخذتي وقتك على كل وجبة رح تساعدك إنه بالنهار تكوني عم توفري على حالك بال 200 وحدة حرارية، لأنه على القليلة بده نص ساعة دماغك تيبعت مسج يقلك إنه خلص شبعتي. حضرت لك شغلة كتير طيبة اللي هي التفاح. بنرجع بنحضر صوص كراميل، بس عم نستعمل التمر. حلوة قوي، تسلم إيدك. صحتين. بتعرفي كمان إنه لما تكوني عم تاكلي إذا خففتي الضوء كمان هذا الشيء بيساعدك تاكلي أقل حسب ستاديز عملوها. يعني رومانتك دينر ده الواحد مش بيتعشى فيه. على الشمعة أحسن شيء. طب حلو قوي، نكتر من الشمعة. يلا. يلا. هي طعمها بيتزا، ما بتحسي انه في قرنبيط خالص. ممكن اقول لك سر؟ قوليلي. انا ما كنتش عايزه اقول لك ان انا مش بحب القرنبيط، كنت مستعده لطعم كده شويه احس بجد ما حسيتش. فانا بهنيكي ان انت خليتيني اكل نوع خضار تاني. واو، بحس اذا بتقضي جمعه معي بتاكلي قصص كمان كتير لاول مره. تفتكري؟ ايه اكيد. لما الواحد يبتدي يغير من طريقه حياته شويه، من طريقه اكله، تفرق في النفسيه جدا. اكتشفت ان انا لما ابتدي بتمرين الصبح ما بتبقيش عايزه تبوظي اللي انت عملتيه. ليه هكمل بقيه يومي بقى واكل حاجه وحشه؟ هاكل كويس واكمل اليوم هيلثي. لتعرفي كل شيء بيتعلق باكلك، رشاقتك وصحتك، اضغطي هون.